وطبعا مشاهدينا سنبقي عينا ونتابع مجريات اليوم الأول من الانتخابات الروسية، وينضم إلينا من موسكو مراسل حدث عبد الجواد الرشد. أهلا بك يا عبد الجواد، على ما يبدو أنت متواجد في أحد المراكز التي فتحت أبوابها للناخبين، كيف هي الأجواء؟ هل هناك إقبال جماهيري كبير؟ كيف تصف لنا الصورة؟ روناك، في الحقيقة نحن نقف في مقر اللجنة المركزية التي تقوم بالتحكم وبمراقبة عمل باقي المراكز المنتشرة في الأقاليم والمدن الروسية. أولا يعني اسمح لي للإشارة بأن عدد هذه المراكز يصل إلى قرابة 94 ألف مركز في كافة عموم روسيا. في موسكو وحدها قرابة 2200 مركز. جميع هذه المراكز افتتحت أبوابها منذ الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، نعرف فرق التوقيت الزمني بين منطقة وأخرى، وعددها يصل إلى 11 منطقة. بالمناسبة طبعا الإقبال منذ ساعات الصباح الباكر حسب الرواية الرسمية للجنة الانتخابات كان بشكل كبير. اليوم هو يوم جمعة ويوم عمل لدى المواطن الروسي، لذلك اتجه الكثير منهم قبل الذهاب إلى عمله لحضور إلى مراكز الانتخاب للإدلاء بالأصوات. طبعا في نقطتين هامتين، الأولى تكمن في أن في عملية التصويت عن بعد، هذه العملية تم إغلاقها يوم أمس وهي انطلقت من منتصف شهر فبراير. عدد المصوتين فيها وصل إلى 2,600,000 شخص، بينما عملية التصويت من المنازل والمشاركة في العملية الانتخابية فهي تجري عبر تطبيق الخدمات الحكومي. طبعا كانت هناك صعوبات بالوصول إلى هذا التطبيق في الساعات الأولى منذ صباح اليوم. العدد وصل حسب الرواية الرسمية إلى 6,000 شخص كل ثانية يدخل إلى هذا البرنامج، ما أثر على طريقة عمله. طبعا حسب الرواية الرسمية عاد البرنامج للعمل بشكل طبيعي. لابد طبعا أيضا روناك من لفت انتباهكم مع الصوت والصورة إلى المشهد هنا. هذه هي طبعا كاميرات النقل المباشر لمراكز الاقتراع الرئاسية، نلاحظ يعني عشرات هذه الشاشات تبث بشكل مباشر ما يحدث في تلك المراكز. طبعا كل مركز يظهر بوضوح فيه التاريخ والتوقيت المحلي فيه ومكان تواجده، بالإضافة إلى الكاميرا التي تقوم بهذا البث. طبعا هذه التسجيلات يعني يتم الحفظ بها، وهي طبعا مراقبة من لجان المراقبة الدوليين الذين حضروا إلى الأراضي الروسية ويشاركون طبعا في عملية المراقبة في المراكز. طبعا ننتظر منهم إحاطة صحفية خلال الساعات القليلة القادمة، لكن حتى هذه اللحظة نلاحظ روناك بأن هذه المراكز تتوزع بين مسارح، بين صالات رياضية، بين مدارس، بين حدائق وبين نقاط حكومية يتم فيها التصويت. على العموم طبعا الشخصيات الرسمية عدد منها توجه اليوم إلى مراكز الاقتراع. أصبح معروفا بأن وزير الخارجية سيرجي لافروف ووزير الدفاع سيرجي شيكو قاما بالحضور إلى مناطق مختلفة والإدلاء بأصواتهم. طبعا لم يتم الكشف عمن صوتوا له، لكن الموضوع ليس بحاجة إلى الكثير من التوقعات، فكما هو منتظر فلاديمير بوتين سيفوز أو سيحصل على أكثر من 80% من الأصوات حسب القراءة المحلية لمركز عموم روسيا. متى من المتوقع أن يدلي بوتين بصوته؟ أين تحديدا؟ هل تم الإعلان في أي مركز سيدلي بصوته؟ روناك يعني حسب ما أتوقع حسب القراءة الداخلية لن يتم الإعلان عن موعد إدلاء فلاديمير بوتين بصوته تبعا للوضع الأمني، لكن منتظر هذا الشيء إما اليوم وإما يوم غد. لن يذهب فلاديمير بوتين نحو إبقاء الإدلاء بصوته حتى اليوم الأخير، لكن هو إجراء أمني معتمد خلال كل النسخ السابقة، وهي الولاية الخامسة التي ينافس عليها فلاديمير. لجان الإشراف من كم دولة حليفة، وماذا عن اللجان المحلية؟
يعني اللجان المحلية هي متواجدة في كل مركز، أما اللجان الإشراف الدولية فهي يعني من غالبية قارات العالم، حتى البعض منها من القارة الأوروبية التي تعيش اليوم حالة صراع كبيرة مع موسكو. طبعا الشرق الأوسط والدول العربية حاضرة بشكل كبير، لم يتم التعرف عليهم بشكل مباشر، لكن هذا سيحدث خلال الساعات القادمة، وسنكون معك خلال الساعات القادمة لمتابعة المزيد من التطورات من روسيا حتى اللحظة من موسكو. شكرا لك مراسل حدث عبد الجواد الرشدي.